الأردن بعيون مصورين عجلون مبادرة شبابية نوعية وتطوعية أطلقتها نخبة من مصورين عجلون لتوثيق المناطق السياحية في الأردن بلقطات تستهدف الوصول لمنصات التواصل في العالم العربي تشجيعاً للسياحة محلياً وعالمياً. للحديث أكثر معنا السيد منذر الزغول. أهلا وسهلا فيك سيد. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. خلينا نشوف هذا التقرير بداية وثم ننتقل لبداية الحديث معك. فضل. الأردن بعيون مصوري عجلون مبادرة انطلقت منذ عدة سنوات للمساهمة في الترويج للأماكن السياحية والأثرية وتسويق المنتجات والحرف بأشكالها المختلفة وتشجيع الأسر والجمعيات والعاملين في هذا المجال للاستمرار في هذا العمل وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم. المبادرة عجلون بعيون مصوري انطلقت قبل 8 سنوات تقريباً وغطت مساحات او مجالات واسعه من اجل ترويج لمحافظه عجلون سياحيا واستثماريا واقامه بعض المعارض للمنتجات الزراعيه. والان هاي المرحله الثانيه من انطلاقه الاردن بعيون مصورين عجلون. الانطلاقه الاولى كانت من محافظه الكرك واليوم احنا متواجدين بالازرق. هاي المبادره الغايه منها اللي هو احنا كسياحه ان الاماكن السياحيه الموجوده في الاردن نحاول ننشرها ونعرف الناس فيها عن طريق المبادره تاعتنا الاردن في يوم صوريها. سلسله من الزيارات بداتها المبادره بالكرك والثانيه انطلقت من عجلون باتجاه الازرق حيث حطت رحالها في قصر الحرانه او ما يسمى بقصر الخرانه. قام المصورون وبحرفيه بالتقاط اجمل ما لديهم من فنون التصوير وبعدها الى قصر عمره من ثم الى محميه الازرق المائيه التي تحتوي العديد من الاسماك واهمها سمك السرحاني وهو من اندر اسماك المنطقه. انطلق اليوم محافظة عجلون تقريبا الساعة 7 صباحا إلى منطقة الأزرق وهي الجولة الثانية من ضمن جولات مبادرة الأردن بعيون مصوري عجلون. كانت الجولة الأولى لمحافظة الكرك واليوم إحنا إن شاء الله منطقة الأزرق. منطقة الأزرق طبعا غنية بالمواقع السياحية والأثرية الهامة جدا لذلك قررنا تكون جولتنا الثانية على المنطقة. المبادرة انطلقت في البداية للترويج المواقع السياحية في محافظة عجلون بمشاركة عدد كبير من المصورين المملكة الأردنية الهاشمية وهواة التصوير وأيضا العديد من يعني محطات التلفزة. وفي نهاية الزيارة التقطت صور لقلعة الأزرق بأيدي المصورين الذين يعملون من أجل خدمة وطنهم ومحافظتهم دون أن ينتظروا أي مقابل، لا هدف لهم إلا رؤية الوطن بأبهى وأجمل الصور. يعني مشكر زميلتنا المبدعة دوما هبة المؤمن. يعني شفنا بعض المناطق الجميلة وعن هذه المبادرة قديش صار لكم مستمرين بهذا النشاط وكيف كان اقبال الناس عليها؟ يعني احنا النشاط زي ما حكيت في البداية هو من 8 سنوات مستمر. ألفنا بالبداية كتاب اسمه كتاب البيوت التراثية محافظة عجلون، وصلنا تقريبا لاكثر من 80% من البيوت التراثية. بعدين ألفنا كتاب بإشراف طبعا مديريات السياحة والآثار والثقافة اسمه الأماكن السياحية أو دليل الأماكن السياحية محافظة عجلون، تناولنا 50 مكان تقريبا وإن شاء الله في خطة نتناول باقي الأماكن. حلو. انطلقنا بعدين على الأرض باستضافة الإعلاميين والمصورين من محافظة عجلون كافة محافظات المملكة، وخاصة احنا بنركز مبادرتنا من الأيام اللي بيكون فيها شلالات وينابيع بعجلون، فبنحاول نستضيف أكبر قدر ممكن من المصورين الأردنيين ونعمل لهم جولة على كافة الأماكن السياحية، وبالنهاية بنعمل حفل هيك تكريم للمصورين والإعلاميين اللي شاركوا معنا. فإن شاء الله احنا يعني مبادرتنا أخذت صدى على مستوى البلد وفيها اهتمام كبير. السنة هاي يعني قررنا ننطلق لأن احنا نعتبر كل محافظات الأردن زي محافظة عجلون، قررنا ننطلق لكافة محافظات المملكة. فيعني طلعت مبادرة من رحم مبادرتنا الأولى اللي هي الأردن بعيون مصوري عجلون، زرنا محافظة الكرك بالجولة الأولى وزرنا منطقة الأزرق بالجولة الثانية، وإن شاء الله الجولات الثالثة راح نزور مادبة، السلط، المفرق، كافة المحافظات الأردنية. من وين بلشت هاي الفكرة؟ فكرة رائعة يعني تظهر جماليات المحافظات على شتى المناطق الموجودة فيها، فخبرني من وين إجت هاي الفكرة؟ والله هي الفكرة بجوز من 2009 يعني من أيام جلالة الملك معلن عجلون منطقة تنموية خاصة. احنا قررنا مجموعة من الإعلاميين ومصورين محافظة عجلون انه نساعد جلالة الملك بهالفكرة الرائدة. يا سلام. عجلون بث تسويق، عجلون جميلة جدا بث تسويق. فعلا. فاحنا يعني بالاتفاق مع اخواننا بوزارة السياحة، مديرية سياحة عجلون، مديرية الآثار، مديرية الثقافة،
وشركائنا ايضا هيئات ثقافيه اخرى ووسائل اعلام مختلفه، قررنا نطلق المبادره مشان نسوق عجلون. حلو. الحمد لله الفتره هاي عملنا شغل كثير كويس، زي ما حكيت الفنا كتب، عملنا بروشورات، مؤتمرات كثير، فإضافة الى الجولات الميدانيه بنعملها. فالسنه هاي كملنا ان شاء الله على الاردن كلها، على الاماكن كلها. حلو. يعني الفكره بلشت من 2009 ايام اعلام جلاله الملك عجلون منطقه تنمويه خاصه. رائع. الاماني هيك يعني. كيف بتشوفوا الاقبال من باقي المحافظات؟ كيف بدنا نجذب الناس لهذه المحافظات؟ يعني حكيت بدك تكملوا لباقي المناطق مثلا من مدينه السلط والى اخره. كيف بدكم تجذبوا ايضا الاشخاص ليجوا يكملوا معكم لنتعرف على بقيه هذه المناطق؟ صحيح. واذا ما كنت غلطانه مدينه السلط في مسار ل تشوف او المناطق التراثيه والتاريخيه بمدينه السلط، ليش حكيت عنها؟ انا بعرف عنها بشكل مفصل، هي حالها حال باقي اكيد. صحيح. محافظات ومدننا الحبيبه. يعني احنا السلط راح نزورها لانه للامانه اجمل صور التقطت لعجلون من مدينه السلط. السلط فيها مناطق مرتفعه واجمل صور التقطت لعجلون وقلعه عجلون وراها يعني جبل الشيخ من السلط. صحيح. فاحنا دليلنا وزاره السياحه، الامانه وزاره السياحه مش مقصرين معنا يعني، فهم بيعملوا لنا برنامج يعني بالازرق، كان معنا مندوب من وزاره السياحه ومندوب من مديريه الاثار، كانوا مرافقين معنا طوال جولتنا، هم بيعرفونا وبياخذونا على المواقع كلها اول باول. كيف بتخبروا الناس؟ كيف بنخبر الناس؟ السؤال كان احنا الناس يعني مش معنيين مثلا نخبر الناس الموجودين بالمناطق الموجوده، احنا معنيين مثلا الاماكن اللي بنزورها نوثقها مباشره بفيديوهات مباشره بصور، رايحين نسوي معرض ان شاء الله بعد اسبوعين تقريبا للاماكن اللي زرناها، افلام وثائقيه راح نعمل، وبرضه بواسطه التقارير التلفزيونيه زي الاردن اليوم، رؤيه التلفزيون الاردني، هذول معنا باستمرار ان شاء الله يعني. نعم. اما الناس بشكل عام كذا لا، احنا يعني بنلاقيهم بالاماكن من خلال الصور. انا بالضبط. طيب. نعم. راح نوصل الصور ان شاء الله، وصلنا يعني لاكبر عدد ممكن من الناس ان شاء الله. نعم ان شاء الله. كيف بتشوف اقبال الناس على هاي المبادره؟ والله انه في تفاعل كثير، والناس يعني انا للامانه لو بنفتح باب الانتساب للمبادره بجوز صار عدد اعضائها 5000، بس احنا معنيين يكون للامانه معنيين بس يكون معنا اعلاميين ومصورين يعني، لانهم هم اللي بيقدروا ينقلوا الرساله. صح. صحيح. لو بنفتحها للمجتمع المحلي وللنشطاء يعني انا متاكد صار عدد اعضائها فوق ال 5000. هل بيصير التركيز من قبل هاي المبادرة على المحلات اللي أصلاً الأثرية اللي الناس بتعرفها، ولا أنتوا بتروحوا بتتجهوا لمحلات الناس ما بتعرفها؟ بالضبط. يعني سؤال رائع. إحنا مثلاً العقبة يعني ما راح نقدر نعمل كثير فيها أي شيء، أو البتراء، فمنروح للأماكن تقريباً الدرجة ثانية أو ثالثة اللي مش معروفة. حلو. يعني الهدف التركيز على المناطق اللي مش معروفة أكثر. يعني العقبة راح نخليها آخر جولة، يعني العقبة مسوقة يعني للعالم كله أو البتراء. بس في المراحل القادمة راح نزور الأماكن زي المفرق مثلا، في أماكن مش معروفة. صح. والمفرق غنية بالأماكن السياحية. صح. وبتصور ما عليها إقبال سياحي كبير. صح. مشان هيك احنا إن شاء الله راح نزور كل المحافظات اللي خلينا نقول بتعاني من عدم الترويج. نعم. رائع. إن شاء الله. يعني. رائع. كملي كات. بقديش راح يكون في دور الأهمية إنه بالمدارس تسوقوا هاي الفكرة للمدارس؟ يعني مرات تشوف رحلات أو إذا سمحوها، لأنه بعد فاجعة البحر الميت أصبح هناك تحديد للمناطق. صح. ولكن كيف نأخذ هذه الفيديوهات للمدارس نفرجيهم هذه المناطق، نشرح عن الدروس، قديش كنا نأخذ عن الأزرق ونأخذ عن العقبة، نأخذ عوادي رم على البتراء وما نشوفهم، أو مثلا ما توصلش هاي الرحلة ومش كل الأهالي بيقدروا يودوا أولادهم، فكيف لو نجيب هذه الفيديوهات للمدارس ونعرفهم أكثر عن هذه المناطق المحلية؟ الأمان هو هذا همنا، إنه كيف برضو نصل لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة. نعم. طلاب المدارس الجامعات. مشان هيك إحنا راح نعمل معارض الصور، زملائنا راح قاعدين الآن بيعملوا فيديوهات كويسة راح نعرضها إن شاء الله يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ما راح نقدر نصل كل مدرسة، بس إحنا عندنا منابر مثلا وسائل إعلامية مختلفة، وسائل التواصل الاجتماعي راح نعرض عليها كل الفيديوهات والأفلام اللي قاعدين نعملها. نعم. معارض الصور نفس الشيء، راح نعمل معرض قلعة عجلون، معرض مديرية السياحة بأماكن مختلفة اللي بيرتادها الزوار. فإن شاء الله يعني بالعادة بنشوف بالكتب مثلا الكرك، قلعة الكرك مثلا، جرش، الأعمدة، المدرج الروماني، مثلا البتراء، الخزنة. فشو في هلا معالم أثرية من خلال الجولات اللي بتعملها احنا مش مطلعين عليها او احنا ما بنعرفها في عده محافظات انبهرت فيها؟ صحيح. يعني مثلا الدليل عجلون، عجلون انا حكيت فيها 250 موقع اثري، والمعروف منها بجوز 5 أو 10 مواقع. احنا الامانه وزاره السياحه ومديريه السياحه عجلون مش مقصرين، بس احنا ان شاء الله بدنا نساهم بتعزيز جهودهم. يعني لما يكون عجلون مثلا هاي زيها زي اي محافظه فيها 250 موقع، السياح بيجوا على القلعه، مار الياس، عدد المواقع المحدوده وبروحوا، بس ما بيعرفوا عن المواقع الثانيه. فعندنا شلالات يعني رائعة جدا بعجلون، ينابيع مياه،
اماكن سياحيه فعلا يعني زي البحميه مثلا. البحميه يعني الان امانه صارت معروفه يعني. فاحنا الهدف ان شاء الله نسلط الضوء على الاماكن برضو اللي مش معروفه بالمحافظات. يعني الازرق رحنا على قصر قصير عمره او قصر الحلبات، يعني قصور رائعه جدا مبنيه بالعصور الامويه، يعني المفروض احنا كاردنيين كلنا نزورها يعني. او المحميه المائيه او قلعه الازرق. فوالله الاردن غنيه غنيه جدا بالاماكن السياحيه والاثريه، وبتستاهل انه المواطن الاردني يزورها كلها يعني. كيف ممكن نوصلها عالميا مش بس عالميا؟ يعني وسائل الاعلام هي خلينا نقول الطريق الوحيد. وسائل الاعلام خاصه وسائل الاعلام المشاهده كقناه الاردن يوم، رؤيه، التلفزيون، نقدر نوصل رسالتنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فانا يعني شفت بعض الفيديوهات، يعني بالشهر ثلاثة عملنا بعض الفيديوهات لاحد الينابيع بعجلون، يعني ما كانش حدا داخل عجلون او 80% من اهل عجلون ما يعرفوهاش. بعد ما نشرنا الفيديوهات شفنا عليها حركه سياحيه يعني رائعه جدا. فيعني هي وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الاعلام هي السبيل الوحيد لايصال الرساله. يعني ان شاء الله صوتك يوصل للجميع والكل يساعد هذه المبادره على انها تنجح وتوصل هدفها للجميع. بدنا نشكرك استاذ منذر على تواجدك معنا، وانقل تحياتنا لاهلنا بعجلون. ستي وكل شكر لكم للأمان. القناة الاردنيه اليوم يعني شو ما حكينا بنضل مقصرين بحكم. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لمندوبينكم غيث التل، هبه المؤمنه، ولكم شخصيا ولكافه العاملين قناه الاردنيه. شكرا. الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا.